جربتهم الاثنين، الرزي كان طعمه قوي وشويه مر بس انه حلو، اللي يحب كذا الطعم القوي اللاذع. غير كذا المارتيني كان رهيب من جد، ما راح اغير طعمه حسب ما يقولوا انه نفس طعمهم اللي تذوقوها برا بس انه بدون كل. السلام عليكم وحياكم الله في تويلايت بار اند لاونج، محل ما نبغى نغير فكركم عن المشروبات. بالنسبه لتويلايت بار اند لاونج عباره عن بار ولاونج غربي من ناحيه الجو العام، الاغاني والمشروبات اللي بنقدمها. من المشروبات اللي بنقدمها عندنا 5 انواع نبيل حلال، من طبعا عندنا هنا كمان شراب المارتيني. طبعا مارتيني شركه شراب عالميه معروفه، وهذه اول مشروب غير كحولي لهم، عباره عن نبيل خوار، وعكس النبيل الثاني اللي عندنا هذا يجيكم حالي.